جرى اليوم اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك دعينا الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعه والتقدم والازدهار